يا رني، يعني انا اعمل ايه لزفت الطين ده؟ ما انا رفضه قبل كده 5 مرات وهو مش فاهم يعني ايه اترفض وبيرجع لي تاني على البازار. دولا يعني انا هحط الاول اليمين على الشمال ولا الشمال على الاول؟ ولا غور من وش السعادي. ايوه رني، قولي لي بس بالراحه كده، هو عمل ايه؟ ايه وهو بيوصلك قبل كده مرتين كان هيموتك؟ طب معلش يا رانيا، اديله فرصه ثالثه، يمكن ما كانش. خلاص 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 دولا، بص انا هربطها زي الجزمه. بس يا جزمه، بس يا جزمه، خلاص هرفده هرفده. ماشي، عايزه حاجه تاني؟ نص كيلو جبنه اسطنبول. حاضر. وربع كيلو كلمات ده مع رفض رمزي يعني. حاضر حاضر يا رب. ماشي ماشي، يلا سلام سلام. يا دول انت مش هتعلمني بقى ربطه الكرافات يا عم؟ اشمعنى انا يعني اللي اعلمك ربطه الكرافات؟ اشمعنى انت يا دول؟ ما انت الوحيد اللي في بلدنا دول بيلبس بدل. طب ما انا بلبس البدل بس من غير كرافتات، ما هو انت شايف. لا يا عم انا شايف وعارف يا عم، مش انت اللي قبل كده هون علمت كل البلد بتاعتنا ربطه الكرافات؟ وايه اللي حصل لما علمتهم ربطه الكرافات؟ مش 4 ماتوا مخنوقين و6 في الانعاش؟ اه بقى ما تفكرنيش دول. قال يعني ايه انعاش؟ انعاش يعني ما بيكون حد حالته خطيرة يعني بيدخلوه الانعاش، وانعاش ما ماتش يعني بيخرج تاني. دكتور 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 ايه دكتور؟ اي حاجة انعاش اي حاجة. دكتور هموت يا دكتور. ايه يا عم مش انا الدكتور، بص الدكتور اللي هناك ده هو. انا دكتور كده يهبل يهبل حضرتك الاجزخانة اللي جنبينا. انا خايف اخرج بره يكون حد قاطرني. مين انت، هربان من البوليس ولا ايه؟ لا هربان من اهل العروسه. هربان من اهل العروسه؟ هو انت العريس وسبتهم يوم الفرح ولا ايه؟ لا انا المطرب كنت بغني في اخر الشارع دوت. ايه ده، ده الفرح ده من اولت امبارح. ما انا بتضرب من اولت امبارح. مطرب، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل، ما تخافش خالص ما تخافش خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام، منور والله حضرتك مطرب. ولا رمزي. نعم. هات شنطه الاسعاف من جوه. يلا عينيا دول. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي عربيه الاسعاف هتاخر؟ لا عندنا الاسعاف في مصر بيجي بسرعه جدا. بص اوعى عربيه اسعاف غبيه ممكن يخبطك في اي لحظه. خد دول. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. واسم الكريم ايه بقى؟ سعيد الكبير. سعيد الكبير، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا ربنا يخليك. ايه مش عايز؟ ربنا يخليك. طيب حضرتك يعني معلش انا اسف، انا اول مره اسمع اسم مطرب بالاسم ده يعني. انا بتحارب والمصحف يا استاذ بتحارب. حضرتك معاك عادل سعيد. عادل سعيد الكبير، الكبير قوي قوي قوي. ده وقت رفع مقاسات. هو قصده يقول يعني ان انا شاعر كبير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بقى اتضربت ليه امال؟ والله اهل العروسه ما فهموش الغنى اللي انا بغنيه. شفت الغنى ما فهموش الكلام، المشكله في الكلام. وانت كمطرب وانا كشاعر يعني. ولا رمزي روح هات صبغه تيو دجري بسرعه. حاضر. لا ربنا يخليك لسه واجي. ما صحش ده انت ضيف عندنا يعني. ماشي خلاص سك على صبغه تيو. حضرتك زي ما بقول لك يعني المشكله فعلا في الكلام. ايه الكلام بقى اللي ضايق اهل العروسه؟ والله انا وانا بغني قلت ايه بقى، اسمع بقى اسمع بقى. زفوا العروسة والنبي زفوها، الله ينكد على اللي كانوا جابوها. ايه رأيك فيها حاجة دي؟ لا 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 مفيهاش حاجة خالص. اي حاجة يمكن، بس الكلمة اللي هي بتاعت زفوا العروسة تكون ضايقتهم على اساس ان هم ما كانوش جاهزين بزفة او حاجة. او لسه ما قبضوش الجمعية فما معهمش فلوس مثلا. او مثلا كانوا هيخلصوا كتب الكتاب ويسافروا من بره بره على الفيوم مثلا ولا حاجة. انا ما كانش قصدي اللي في بالكوا ده كله خالص والله. بص بقى انت ما تقلقش ولا تفكر ولا تعمل اي حاجه، احنا هنفكر لك احنا هنفكر لك. انت بتتكلم ليه بتتكلم ليه؟ سكات سكات، والسكات بيجيب سكات، والكلام يعمل مشاكل. الله استاذ الجمال ده، الحلقه انت بتعمل ايه دي؟ تنفع مطلع اغنيه دي والله العظيم. والله لسه جايه في دماغي دلوقتي حالا اللي هي بتاعت السكات. الله الله يعمل مشاكل. الله يا دولا. استاذ الله ايه العسل ده؟ بس انا سمعت اللحن ده قبل كده. لا 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 استحاله تكون سمعته او لسه سامعه مني دلوقتي حالا. وعلمك ده ممكن بيبقى اسمه تخاطر توارد. قصدك توارد خواطر يا دولا؟ انت بتفهم في الشعر؟ هتفهم زيي؟ لا اسمه اتصلح لي يلا. تخاطر توارد. صح مظبوط. عشان كده بقى انا يا سيدي هدي لك قطعه شعر من عندي. وانت اديت شعر لمين قبل كده؟ هاي قول مين ما خدش مني شعر قبل كده. الله يا دولا يا كبير الله. دولا اروح اجيب قصيده ولا اتنين من التلاجه اللي ما حدش راضي ياخدهم دولت؟ التلاجه يخرب بيتك.